مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم، مرحبا بكم إلى حلقة خاصة من مقابلة خاصة. مشاهدي الكرام، تعيش الساحة السياسية الجزائرية هذه الأيام حرب كلامية وقودها الشعب، ينشطها رؤساء أحزاب، شخصيات وطنية، أحزاب معارضة وموالاة. المواطن الجزائري يقرأ ويعلق، يعلق في صمت، من ينير طريقه في المستقبل؟ إلى أين تتجه الجزائر باختصار؟ مشاهدي الكرام، امرأة مثيرة للجدل، أينما حضرت حضر الإعلام، هناك من يصفها بالمرأة الحديدية نظرا لمواقفها التاريخية، يقول عنها البعض إنها صوت الزوالية، صوت الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل. يسعدني بدون إطالة مشاهدي الكرام أن أستضيف اليوم زعيمة حزب العمال الجزائري، إنها السيدة لويزا حنون. سيدة لويزا، مرحبا. شكرا على الاستضافة. السيدة لويزا حنون زعيمة حزب العمال الجزائري كما قلت، بالإضافة إلى أنها كانت مرشحة للرئاسيات الأخيرة في الجزائر عام 2014. طموحات سياسية لا تتوقف، انطلاقا من قناعتها أنها تخدم الجزائر، وكما تردد في شعاراتها الجزائر أولا وأخيرا. مرحبا بك ثانية سيدة لويزا. أهلا وسهلا. سيدة لويزا تفقد الساحة الوطنية والساحة الجزائرية أحد زعماء الثورة الجزائرية المباركة، إنه السيد آيت حمد حسين المعروف بالدر حسين رحمه الله. السيد آيت حسين الجميع يعرفه بمواقفه النضالية، بمعارضته الشرسة تاريخيا، مواقفه كان لها صدى في الداخل والخارج. كيف تنظرون أنتم في حزب العمال إلى رحيل السيد آيت حمد حسين؟ وفي الداخل وفي الخارج الكل يعرف المواقف الوطنية والسيادية للدال حسين، لأنه أولا فقيدنا رحمه الله. رحمه الله دال حسين هو آخر القياديين التاريخيين اللي قرروا اندلاع الثورة التحريرية، وكان مهد لها سياسيا وعسكريا، وكان من بين اللي وصلوا صوت الجزائر في الخارج للتعريف بالقضية ولجمع الدعم الدولي الشعبي والمؤسساتي. فهذا الفقيد يعني من طراز خاص، لأنه نهضل من أجل استقلال بلاده، كان مستعد لكل التضحيات، ولكن كانت عنده نظرة مستقبلية، كيفاش خاصة نظرة مستقبلية، لأنه هو ما كانش يتصور استقلال الجزائر وتبقى في إطار أحادية الرأي مثلا. نعم. أنه يستولي نظام الحزب الواحد على الحكم على حساب السيادة الشعبية، معناتها بالنسبة للدال حسين رحمه الله وهو فقيد كل الجزائر، مش فقيد عائلته فقط ولا حزبه فقط. اليوم نحن في حداد، أخيرا رئيس الجمهورية أقر حداد لمدة 8 أيام، وهذا ما أدنى ما يمكن يعني القيام به. الرئيس السابق اليمين زروال يبعث بتعزية، من بين العبارات التي شدت انتباهي يقول هو أحد آخر آباء الوطنية في الجزائر. صحيح صحيح أنه هو يعني واحد من أواخر، ولكن بالنسبة اللي قرروا اندلاع الثورة النواة الصغيرة تاع 6 زي 3، هذا هو الأخر، هو الأخر. هناك مجاهدين كبار مازالهم على قيد الحياة، الله يطولهم في عمرهم، ولكن دال حسين الميزة تاعه أنه ما وقفش نضاله بعد الاستقلال، ورفض أنه يبقى في إطار نظام الحزب الواحد. أنت كانت عندك معاه مسيرة سياسية سيدة لويزا حنون. نعم نعم. قضية لما مشيتوا لسانت جيديو، برأيك لماذا هناك طبقة كانت تشكك في النوايا وبقيت نقطة عالقة في تاريخ قبل هذا؟ قبل هذا حتى نوفيه حقه
دال حسين انطلق في نضاله واعتقل من أجل الديمقراطية، من أجل التعددية، من أجل إرجاع الكلمة للشعب منذ 63، ومن بعد أجبر على المنفى، اضطر أنه يروح يعيش في المنفى لكنه ما توقفش عن النضال أبدا، كان من هناك يواصل من الحزب تاعو. الحزب نتاعو كان يناضل في السرية كما أنا كنت ناضل في السرية، كما كل التوجهات السياسية اضطرت أنها تناضل في السرية، وعرفنا المعتقلات وعرفنا السجون من مختلف الحساسيات السياسية. بالتالي تضحياته وقدمها، وقدمها ومتخلاش عن مواقفه وعن مبادئه، ولكن في كل ظرف عصيب اللي مرت به الجزائر هو كان حاضر بأفكاره المستنيرة. أذكر في يعني في المرحلة الأخيرة، يعني 15 سنة الأخيرة، المأساة تاع ولايات القبائل، الموقف نتاعو كان موقف تاع واحد مسؤول عنده نظرة استشرافية وشايف المخاطر وين. والمجرى الربيع العربي، الفوضى العارمة المفبركة والمحركة من المخابر الغربية، أيضا قال السيادة الوطنية ثم وحدة التراب، إياكم ما نتخلوش عن الكفاح من أجل الديمقراطية ومن أجل تحسين الأوضاع في البلاد، ولكن في ظل السيادة الوطنية وتكامل التراب الوطني. يعني بقى على مبادئه كرجل ثوري، ما نساش، ما تخلاش عنها، لأنه كاين اللي تخلوا عنها، بقي وفيا لتاريخه النضالي والبطولي، كاين اللي كملوا في نظام الحزب الواحد يعني وحافظوا جزئيا على مبادئهم، كاين اللي تخلوا عن مبادئهم يعني كليا تبناوا الآن توجهات أخرى. أنا قبل ما نلتقي به في هذاك الندوة نتاع العقد الوطني، احنا مسميناها هكذا مش ندوة روما، كنت التقيت به أول مرة في سنة 86 في باريس في اجتماع دولي حول حقوق الإنسان. نعم. لأنه كنا ناضل في السرية من أجل حقوق الإنسان، من أجل تواجد رابطة تاع حقوق الإنسان في الجزائر. نعم. من أجل اعتمادها، اعتراف الدولة بها، والمناضلين تاع لفافاس كما المناضلين تاع المنظمة اللي أنا كنت ننشط فيها وتحساسيات أخرى، تكتلنا مع بعض وقمنا بنضالات كما ناضلنا من أجل مثلا الحق في التنظيم الجمعوي، الحق تاع النساء، الجمعية من أجل المساواة ضد قانون الأسرة الجائر، و يعني نضالات أخرى مع بعض اللي قمنا بها. ولما رجع للجزائر في سنة 89 بعد انتفاضة الشباب في أكتوبر 88، كان بالنسبة لنا منعطف إيجابي، منعطف أنهم يعودوا المنفيين، عودة المنفيين، تعرف باللي هذا مطلب في كل البلدان اللي خاصة تعاني. كان كاين تقارب رؤى ما فيما بينكم. نعم. يعني نعم. كنتم في المعارضة. نعم. كانت لكم نظرة أخرى لمستقبل الجزائر هذاك الوقت. نعم. كانت عندنا تقاليد تاع النشاط الوحدوي بالاحترام المتبادل، كانت هائلة، كانت عندنا علاقات مع الحزب تاع المرحوم أحمد بن بلة أيضا، وكنا ننسق في الداخل وفي الخارج، وتاني كان في المنفى. فلما يعودوا زعماء كما هاك بطبيعة الحال يتنفسوا المواطنين ويشوفوا أنه فيه يعني غد واعد في الجانب الديمقراطي وفي الجانب الاجتماعي، علما أنه كان فيه ديناميكية هائلة اللي كان ممكن تحرر البلاد من نظام الحزب الواحد لولا التلاعبات اللي غرقتنا في المأساة الوطنية. في المأساة الوطنية لما اجتمعنا في روما، فلأنه كل الأبواب أوصدت في الجزائر وما كانش ممكن، كلمة سلم أنا ذا كانت ممنوعة من المحرمات. نعم. من المحرمات. أي نعم كان واجب مكافحة الإرهاب، ولكن السعي من أجل حقن الدماء بالوسائل أيضا السياسية، بالوسائل السياسية، بل أن الدولة تبنات هذا الطرح فيما بعد. ربما كانوا كاين ناس كذلك سيدة لويزا إذا كانت تسمحي لي سيدة حنون، ناس اللي قالوا بأنكم أردتم جلب المستعمر الخارجي أو الاستنجاد بالخارج على الداخل. شوف يعني هذه كانت قراءة سياسية من قبل ربما أعدائكم السياسيين في الساحة السياسية. لا لا، أعتقد أنه سوء اطلاع، باش ما نقولش أعداء سياسيين، كاين ناس منافسين، منافسين سياسيين، منافسين، كان ظروف صعبة جدا وناس كانت مقهورة كانت شلال الدم، كان صحيح المجتمع كان مقسوم، كان مقسوم حتى يعني الجسور اللي كانت موجودة ما بين الأحزاب في السابق في الانفتاح تاع ما بعد أكتوبر 88 كلها تغلق، تكسرت كل شيء، تكسر يعني الإطار الجمعوي، تكسر كل شيء، انقسم في بلادنا، كانت مأساة حقيقية بأتم معنى الكلمة. وبالتالي بلك ما عندهمش المعطيات. في كل الأحوال رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة لما تقل
السلطة في 99 من بين تصريحاته التاريخية قال أثناء المأساة الوطنية المبادرة الوحيدة اللي كانت إيجابية وقادرة أنها تحقن الدماء هي الندوة الوطنية اللي قمت بها اللي قمنا بها. لماذا؟ لأنه لو كان عندنا خيار كان عندنا إمكانية نجتمعوا في الجزائر أكيد ما كناش رحوا نجتمعوا فيه. عفوا ثم أمامنا نقاط أخرى سيد الميزة حتى لا يسرقنا الوقت. أنت طرقت لها لازم هناك شروط ثلاثة اللي أنا شخصيا كنت وضعتها من البداية وزايد شرط أنه الشرط الرابع ما يكونش تدخل أبدا أجنبي. في النقاش نتاعنا أنه موفرونا يعني الشأن جزائري جزائري ما بين الجزائريين أنه نتناقشوا ما بين بعضنا ونتعاركوا وبعد نوصلوا إلى قواسم مشتركة لكل رؤيته يعني. ولكن الشيء اللي كان يجمعنا لا هو مشروع مجتمع ولا نتقاسموا السلطة ولا أي شيء إنما نساهم في إرجاع السلم في بلادنا. دونك الشرط ما كانش تدويل للقضية الجزائرية إطلاقا. ثانيا ما كانش تقاسم السلطة أبدا ما كانش تقاسم السلطة يعني ماشي على الطريقة تاع هذيك تاع المراحل المؤقتة في البلدان الإفريقية اللي غرقت في المآسي لأنه أنا ذاك كان يكون بمثابة انقلاب عسكري وأنه المسعى نتاعنا هذيك المبادرة تتوجه للسلطات الجزائرية حصريا وهكذا كان الأمر هكذا. وهذا لما انتهى الأمر وقدرنا نجتمعوا في الجزائر وقدرنا نديروا بيانات ونديروا تجمعات ما عدنا اجتمعنا يعني في معناش بحاجة أننا نجتمع في الخارج بل نحن بعد ذلك خدينا مبادرات وفي المجلس الشعبي الوطني النواب تاع لفافاس وتاع حزب العمال طرحوا مسألة السلم في قبة البرلمان وبعد جميع الأحزاب اضطرت أنها تتبناها لأن الدولة تبناتها. نروح لنقطة أخرى سيدة الويزة حنون. إذن هكذا تفقد الجزائر أحد ركائزها شخصية ورموزها التاريخية بقي ومات كبيرا. الكبار هكذا يموتون في صمت بعيدا عن الأضواء. لا يفوتنا مشاهدينا الكرام باسم إدارة قناة بير تي في ونيابة عن كل طاقمها الإداري والصحفي والتقني أن نتوجه بخالص تعازينا إلى أسرة الفقيد راجين من المولى العلي القدير أن يتغمده بكامل رحمته وأن يكون مثواه الجنة يا رب. أمين. وأنا بدوري إذا سمحت نعود نجدد نجدد تعزية لعائلته أولا لحزبه ولكافة الشعب الجزائري لأن الدال حسين ملكنا جميعا كتراث تاريخي نضالي وأنه هو من هذوك الرجال العظماء اللي يدخلوا في سجلات التاريخ لأنهم عاشوا نضاف مسارهم نضالي محض عندهم مبادئ عمرهم ما تخلوا عليها وبالتالي إن شاء الله الأجيال المقبلة أن تكون وفية لمبادئ الدال حسين عمرها ما تنسى أبدا وقد ما تم تحريف التاريخ وقد ما تم تسييسه في السابق إلا وجاء نهار وين تفك الحصار وشبابنا اليوم ما شاء الله مطلع ويبحث عن العلم وعن المعرفة وعن التاريخ ويريد معرفة الحقيقة خاصة السيدة الويزة حنون. أكيد. ولهذا أغتنم بالفرصة الآن لنبدأ في أول محطة. السيدة الويزة حنون اسمها يتردد كثيرا في الساحة السياسية الوطنية والاجتماعية أحيانا اسمها يخيف بعض المجالس وأحيانا يقولون مرحبا. السيدة الويزة حنون اليوم زعيمة حزب العمال الجزائري مستهدفة. هناك آلة الحصاد التي بدأت تحصد في طريقها النضالي لتشكك حتى في بعض المبادرات علما أنه لديكم نواب في البرلمان في قبة البرلمان هم مناضلين تاعك في حزب العمال. كيف تفسرين هذا التراجع هذه الأيام؟ من ألف منتخب محلي أزيد من ألف منتخب محلي وشحال عندكم في البرلمان من نائب؟ 24 مقعد تحصلون على 24 مقعد في البرلمان. كيف تفسرين هذا الهجمة الأخيرة ولنبدأ مما بثته إحدى القنوات طيلة 17 إلى 19 دقيقة السيد نائب بالمجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إنه بهاء الدين طليبة. هذا الرجل في لقاء ذكرك بالاسم وأشار إلى بعض محصلات السيدة الويزة في الساحة الاجتماعية والسياسية كيف تردين على ما سمعه الشعب الجزائري في حقك؟ تعرف أنه الدال حسين الله يرحمه ناضل من أجل استقلال الجزائر باش تعود عندنا دولة مستقلة
ذات سيادة، عندها كل خاصيات سيادة، وأنه نكون حنايا عندنا سيادة على ثروات طبيعية. من أجل ماتوا 1.5 مليون جزائرية وجزائري غير إبان الثورة التحريرية، يعني ما نحسبوش اللي ماتوا من قبل، هذيك ربما نفوق 10 ملايين اللي قدموا حياتهم، يعني الشهادة نتاعهم قربانا لتحرر الجزائر. فاليوم بالذات وانت تتطرق لهذه المسألة، الجميع يعرف أن الدولة الجزائرية في خطر، في خطر. لو أنه عندنا دولة ما كانتش الأمور تنحرف لهذه الدرجة، لأنها سرعة مدوخة ومرعبة، لأنه لو كان عندنا عدالة لكانت تحركت الدعوة العامة، الدعوة العمومية لوتوسيزين دو لا جوستيس، لأنه من غير مقبول في حتى بلاد في العالم أنه اتهامات خطيرة سيدة. نعم اتهامات خطيرة، اتهامات خطيرة، ومساس بمؤسسات، مساس بمؤسسات، مساس بمسؤولين بشرفهم بسمعتهم. وما توقفش الحد، يعني الهجمة عند هذاك الحد. البارح واليوم نفس القناة والجريدة نتاعها زادت اتمادات أكثر وأكثر، وصلوا المقربين تاعك، العائلة تاعك، شرف للحياة الخاصة لأفراد العائلة، بالكذب، بالتزوير، بتلفيق تهم خطيرة جدا. والجميع قاعد يطلع. في كل الأحوال ولا جزائري واحد، ولا جزائري صدقهم، لا هذيك القناة، لا المدبرين، لا المدبرين. هذاك أنا يعني كيفاش نقول لك، كل ما يذكر اسمه مع اسمين حس روحي تلوثت وتوسخت، لأنه أنا مناضلة، أنا رصيدي مش مليارات في البنوك، لا بالعملة الصعبة ولا بالدينار، وأنا عمري ما نروح نرشي صحفي، لأنه لو كان نرشي صحفي نولي ما نحترمش نفسي وما نحترمش بلادي وما نحترمش كل الصحفيين. أنا نضلت من أجل حرية الإعلام، كي كانوا يعتصموا وقت نظام الحزب الواحد كنت نروح ناضل ونوقف معاهم في الجمعيات العامة. إشارة خفيفة فقط سيدة حنون، يعني باش الإشارة باش يكون المشاهد الكريم كذلك معنا في الصورة. ما لفت انتباهي أنكم أبناء منطقة واحدة. لا يا سيدي، عنابة والطرف. لا يا سيدي إطلاقا، ما هوش لا من عنابة لا من طرف، هو أصله من الواد، وأنا نحترم كل سكان الواد. نعم. إلا أنه يقيم في عنابة. لا لا لا، ما يقيمش في عنابة، غزا مدينة عنابة، غزاها جغازي، ما جاش باش يعيش فيها يسترزق. نعم. يعيش بأمان. نعم. وسلام. لأنه سكانها تعرف عنابة. نعم. مدينة مفتوحة. ويعني واش تقصدي بالغزو؟ يعني غزو جغازي بعصابة، عنده عصابة، شكل عصابة. نعم. وجا باش ينهب العقار والمال العام، وسيطر، دار شبكة تاع الفساد على الإدارة في ولاية عنابة. كل مواطني ولاية عنابة على بالهم بكل صغيرة وكل كبيرة، وكلهم ضايقة بهم الدنيا لهنا لهنا، لأنه هذا النهب لا يطاق. صحيح في كل ولايات القطر كاين مافيا صغيرة شوية كبيرة، كاين مفترسين، ولكن هذا يعني فاق كل شيء، كل الحدود، وما يحترمش المؤسسات، يدخل للمكاتب تاع المسؤولين يضرب برجله. جاء مش من ولاية الوادي المحترمة، هو أصلا كان منتخب محلي في ولاية ورقلة. نعم. يعني ما يقدرش يترشح في ولاية الوادي لأنه مرفوض هناك. نعم. جاء العنابة اشترى مقعده، اشتراه في المجلس الشعبي الوطني على الساعة 11 ليلا، ما كانش منتخب، وبقدرة الفساد على الساعة 4 صباحا أصبح عنده مقعد باسم حزب معني ما هوش موجود، خلاص لا وجود له. بعد شرى بلاستو في لفلان، وزا شرى منصب نائب الرئيس، وناس كل تعرف بلي هو عنده قداش مليار، يعني ملتي مليار داخ، وعنده يعني مملكة. سامحني في هذه النقطة سيدة حنون، معليش يعني ما خليتنيش نكملك على سؤالك الأول. هل هذا الغزو هو الذي أدى إلى مقتل الراحل رحمه الله والي عنابة السيد صنديد؟ تسبب فيه بطريقة غير مباشرة، لأنه التسجيل موجود، وكاين يومية جزائرية محترمة بثت المضمون تاع هذاك الاجتماع مع المنتخبين المحليين. لما انفجر غضبا المرحوم صنديد، إيه، لأنه شاف الافتراس بعينه أمامه، كل عقارات، يعني عمليات مافياوية. وقف عاجزا، وهو إنسان كان نظيف. فبعد ذلك جاته الوعكة هذيك الجلطة، وراح يعني داوه لفرنسا، ولكن للأسف ما تمكنوش من إنقاذه. رحمه الله شهيد،
شهيد تاع الجمهوريه، شهيد نتاع. وعلاش ما تحركتش العداله السيده حنون وانت ادرى يعني بخبايا السلطه؟ قلت لك لو كان عندنا عداله كان دوله حقيقه، حقيقه دوله متماسكه، لو دوله مش متصدعه ما كانش يكون انفلات كما هذا على كل المستويات، انه تشتم مؤسسات عسكريه، يشتم قاده عسكريين، عسكريون يشتم مسؤولون سياسيين ولا يحرك ساكنا. تعرف انه مثلا وزير الاتصال والإعلام اتصلنا به بالأمس، يعني كأنه سيد حميد جرين كان يقول باللي ما عندوش سلطات، ما عندوش صلاحيات، وأنه راح يكون اجتماع وزاري مصغر لوضع حد لهذا الانحرافات. هذا الشخص لهذا الفضاعة اللي اسمه طليبة اللي تكلمت عليه مش أول مرة يتهجم عليا، تهجم عليا في 2013 تهجم عليا، ولكن أنا ذاك الدولة كانت متماسكة متماسكة اضطر أنه يتراجع ويقدم اعتذاراته في نفس القناة بالذات. ولكن أنا حابة نقول شيء، هذاك أنا يعني نتلوث عندما ما نقدرش نراجع. أنا عندي 40 سنة من النضال يا سيدي، نضالات وحبس واعتقالات واختطافات. سامحني، كانت عندك مواقف مشرفة في 2012 مع مجيء البرلمان السيدة لويزا، يعني أثار ضجة. سامحني سامحني، قلتي بأن البرلمان دخلوه جماعة حاكمين عليهم العدالة ومتورطين بارونات المخدرات. شوف، هل يمكن لي أن أربط بين ما قلته في 2012 والتهجم اللي جاء في 2013 و2015؟ للأسف، وين كان هذا الوضع كانت موجودة لوبيات حتى من قبل، يعني كل 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 فترة تشريعية تروح تكون أحسن من الجاية، الفساد يزيد. تلاقي المال خاصة الوسخ بالسياسة وتغول داخل المؤسسات التشريعية دولية بالسلطة والمؤسسات الدولة المنتخبة والمؤسسات حتى التنفيذية، هذا اللي يمثل أكبر خطر على البلاد حاليا. زمان كان الخطر الخارجي أكبر من الخطر الداخلي، اليوم للأسف الخطر الداخلي اللي هي هاد الأوليغارشا والمفترسين والمافيا اللي يعني شوفوا باللي البلاد ولات ملكهم ويحسبوا وحدهم وتشيط لهم، لأن الشعب الجزائري عمره ما يخليهم يعني يحققوا كل مآربهم. هم عندهم شبكة تاع النفوذ في كامل التراب الوطني. الآن منذ 2012 الهيئات المنتخبة انتشر فيها هذا المال الوسخ وأصبح ضغط على القرارات على القوانين في النقاشات في النقاشات، يعني كاين تلوث كبير اللي طال مؤسسات الدولة. لأنه أنت تعرف سيدي أنه كل سامحني نعم. كل ما زاد عن حده ينقلب إلى ضده. نعم. نظام الحزب الواحد، شكون يفتح الباب يا سيدة لويزا؟ شكون يفتح الباب للمال الوسخ؟ نظام الحزب الواحد كان المفروض يزول بعد أكتوبر 88، لكنهم رقعوه وحاولوا يطببوه، وهذا وزدنا غرقنا في المأساة الوطنية وانتشر الفساد. لأنه الدولة كانت تكافح في الإرهاب، ما كانش ممكن ندير حاجة واحدة أخرى، وكان تصحيح الهيكلي مسلط علينا. فكاين الناس اللي انتفعوا من المأساة الوطنية وبيضوا أموالهم فيما بعد بالخوصصة، فهذا كل ناس راكموا أموال ضخمة باهضة وداروا يعني ممالك امبراطوريات، وبيان سور بمساعدة من المؤسسات من وزراء من ولات من رؤساء دوائر، ماشي كلهم حاشا. اللي هما كما صنديد هادو ما تنحاو، العدد الكبير منهم تنحاو اللي عرقلوا هاد المساعي. كاين هناك تواطؤ على مستوى المؤسسات تاع الدولة، واليوم للأسف تعرف المونستر الوحش تاع فرانكشتاين، خلقوا فرانكشتاين في الرواية، خلقوا فرانكشتاين وبعد شافوا دار عليه ما قدرش يتحكم فيه. نحن في هذه الوضعية، إنه هاد أصحاب المال الوسخ وهاد المافيا والمفترسين والأوليغارشيا أصبحوا يسيطروا على مراكز القرار، وأصبحوا يخوفوا الوزراء ويخوفوا المسؤولين، لأنه الدولة متصدعة. ولكن يا سيدة حنون غير تسمحي لي فقط، يعني احنا الآن نتبكوا للمواطن الجزائري، السيدة لويزا حنون النائبة والمرشحة الرئاسيات ورئيسة حزب وعندها علاقات مع أحزاب اليسار في الخارج والناس تسمع بيك، نحن اليوم نتباكى وكأنك امبويسونت. لقد صفق، لا اسمحي لي، كنت صفقت لمجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكنا كنا أمل في رأيك. ها نحن في عهدة الرابعة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لماذا هذا التغول
على المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة. يعني اليوم نضرب أركان الدولة الجزائرية خلاص انتهت، أركان الدولة مضروبة. من أدخل الملف؟ أنا ما شطركش رأيك تقول قاعدين نتباكى. نحن لا نتباكى سيدي، أنا وإنت قاعدين نشخص في الوضع، وقاعدين بالعكس ننبه في المواطنين والمواطنات، نوفر لهم كل المعطيات. وعلى فكرة المواطنين على دراية بكل شيء، ويا ويلهم للي حاسبين باللي الشعب راهو غافل. لما تروح تشوف في شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تروح في الشارع ودير روبورتاجات، ولا في كل مناسبات كاين قنوات خاصة محترمة اللي هذيك القنوات المحترمة يعني تبين باللي النضج الشعبي هائل، والمواطنين مدايرين الفرز، عندهم القدرة على الفرز. في بين الصالح والطالح في رئاسيات 2014 الشعب الجزائري تنفس الصعداء، لأنه بلادنا ما غرقتش. هذا هو اللي كان الرهان، لا شيء آخر. رئيس الجمهورية وعد بإصلاح دستوري عميق مؤسساتي مباشرة بعد الرئاسيات. مرت الآن قريب سنة ونصف، مازال ما شفناش هذه الإصلاح. ويبدو حسب المعلومات هكذا أنه تم إفراغ المشروع من محتواه، وأنا لا أستغرب، لكن أنا سوف أنتظر حتى نشوف النسخة. رئيس الجمهورية ظروفه الصحية والجميع يعرفها، ربي يشفيه بيسوغ ويطول له عمره، لكن أكيد أنه أشخاص اللي ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية اعتبروا باللي هذاك كأنه عطاو كيفاش قدموا سبقوا باش يديوا الجزائر يشريوا الجزائر. حتى نروحوا الفاصل السيدة لويزة حنون، أنت كنت ضد الناس اللي أدخلوا الجزائر في الدم والدموع، وضد الناس اللي تسبت في الأزمة والمأساة الجزائرية. هذا الدستور اللي كتكلم عليه استدعي له أحد أقطاب صانعي الأزمة في الجزائر، ويستشار كشخصية وطنية في هذا الدستور. مشاهدي الكرام، الوقت يتطلب منا فاصل قصير، ونعود إلى الجزء الثاني في هذا الحوار الذي أستضيف فيه زعيمة حزب العمال الجزائري، إنها صانعة الحدث، لويزة حنون. ابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أرحب بكم من جديد، ويطيب لي كما أشرت في بداية هذه الحلقة أن أستضيف زعيمة حزب العمال الجزائري، إنها صانعة الحدث، كما قلت لويزة حنون. سيدتي مرحبا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا. كنا توقفنا عند الدستور. نعم. قلت لي بأن الدستور أفرغ من محتوى. يقال أن أفرغ من محتوى. ما شفتش المشروع من الأخير يعني. نعم. الرواية الأخيرة. الدستور هذا مستقبل البلاد، مستقبل المؤسسات، له ما له من وزن لما نشوفوا بقية الشعوب والغرب نتسألوا علاش تقدموا علينا إلى آخره. ما هيش لعبة تتحضر في 48 ساعة ويستدعى لها كل من هب ودب. وأنا ذكرت لك نقطة الآن، المشاهد أكيد وصلته الرسالة، ومن حق المواطن أن يؤول السيدة حنون أن يفهم ما يشاء. نعم، مش أنا اللي استدعيت هذا السؤال، توجهه للسيد أوحيا مدير ديوان رئيس الجمهورية، هو اللي يشرح الأسباب اللي جعلته يستدعى هذاك الشخص، علما أنه أنا شخصيا ما نعرفش محتوى الاتفاق. لا، الاتفاق اللي صار اللي تم ما بين الهيئة النظامية تاع الجيش ولاياس اللي هذاك كان يمثلها باش ينزلوا من الجبال. فأنا ما نقدرش نعلق على شيء اللي ما عنديش. مش هذا الأهم سيدي؟ بيسوغ هذا الشيء مهم. المفروض إذا كان باش رئيس الجمهورية يحترم الالتزامات تاعو اللي تعود إلى 2011، أنه المشروع يعرض على الشعب. الأحزاب عندها آراءها، ولكن الشعب ما هو الأحزاب، ما هيش كل الشعب. إذا كان رئيس الجمهورية كان وعد في 2011 ومكتوبة في مجلس الوزراء تاع يوم 3 ماي 2011 أنه راح يستشير الشعب وباش هو يقرر في طبيعة المؤسسات بكل ديمقراطية، ورئيس الجمهورية وعد أنه يوضع حد للانحراف السياسي باش يتم تطهير الممارسة السياسية في 2011. اليوم احنا نعانيو من تلوث شامل نتاع الممارسة السياسية في يعني في الـ في الـ يعني في النشاط السياسي، في المجالس المنتخبة، على مستوى الإعلام تطرقنا ليها،
وما كان حتى واحد يتدخل ولا هيئة تتدخل. ركزين على مستوى الإعلام واش راه واقع. استنى وبالتالي أنا نحب جواب على سؤالي. هذا المشروع اللي ديجا كيفاش الطبعة تاعو الأولى اللي جاتنا وتناقشنا فيها، احنا رحنا وشفنا السيد يحيى واجتمعنا معاه بكل جدية وعملنا مقترحات، ولكن ذكرنا باللي رئيس الجمهورية وعد انه يستشير الشعب استفتاء شعبي، لانه احنا عارفين باللي مختلف الأطراف في الأجهزة تاع الدولة مدى بها تتجنب الاستفتاء، ما تحبش تروح يعني يعطيو لهم هذاك النص هما وما كانش يعطيو الغرفتي البرلمان. ولهذا صنع برلمان 2012 على المقاس. نعم. يعني للتمرير. نعم. وانت كنت من بين الناس. نعم. اللي رفعوا صوتهم انني. نعم. لا اعترف بهذا البرلمان لانه برلمان. نعم. مزور في تجار المخدرات. نعم نعم برلمان الحفافات في 2000. انا ما تكلمتش على الحفافات، تكلمت على التزوير، تكلمت على التزوير والمال الوسخ. المال الوسخ عندما نقول حفافات باش نوضح الصوره، نحن لا نحقر بالحفافه أو المهنة، وإنما الحفافة مكانها في القاعة. البرلمان يليق له دكتور جامعي أستاذ في القانون لأنه مؤسسة تشريعية. شوف يا أخي، لو كان جينا في مسار تأسيسي. نعم. مسار تأسيسي أصيل تاع الصح أوتنتيك، معنتها فيه ديناميكية اجتماعية والمواطنين هما اللي يصيغوا الدستور، معنتها كل فئة في المجتمع، الأدباء، الكتاب، الفنانين، المهندسين، الأطباء، الكذا، كل واحد في بلاصته. لا لا اسمح لي، كل شرائح، كل فئات تشارك في صياغة الدستور، معناه تكون لجنة وطنية، وهذا ما اقترحناه، والفئات تصب الاقتراحات والتطلبات نتاعها، والفئة تاع الحفافات عندها مطالب، والفئة تاع كل فئة في المجتمع، كل فئة في المجتمع. احنا بيسوغ ماشي قضية. نعم. لا يمكن. نعم. أني نقبل. نعم. تحقير تاع أي عامل أو عاملة. هو سمي مجازا فقط لأنه. نعم. لغزاو البرلمان جاءوا في إطار. لا هذا مش مسؤولية كوطة. لا مش مسؤولية الحفافة، مسؤولية الحزب السياسي، الحزب السياسي اللي مش قادر يدير سياسة الكوطات، ما قادرش يجيب النساء، عدد النساء، وراح خلص دون لو كادو لا باريتي. يعني ماشي لا باريتي سي الكوطة، ماناش في لاباريتي، رانا بعاد عليها جدا. الكوتات وللاسف مدت هذه النتيجه. المشكل المال الوسخ، المال اللي تلاقى بالمؤسسات تاع الدوله وصادر صلاحيات. اليوم صلاحيات رئيس الجمهوريه مصادره من قبل اشخاص، البعض منهم من قبل اشخاص يتكلموا باسمه يعملوا تصريحات وهما غير مخولون، ما عندهمش اي صفه رسميه حتى في السياسه الخارجيه، وانت عارف جيدا التلفزيون الرسمي راه يوري لنا رئيس الجمهوريه يستقبل سيدي السفراء. المشكل مش هنا انه يوريو رئيس الجمهوريه، انه اشخاص، واحد رئيس امين عام تاع حزب، ولا حتى مدير ديوان رئيس الجمهوريه، مدير ديوان المهام تاعو واضحه يعني. نعم. مكتوبه في مرسوم. نعم. ما يخلقش من عنده، لانه مدير ديوان رئيس الجمهوريه ما ينحي القبعه تاعو يلبس القبعة تاع حزبه بالنسبة لكل مواطن راه يتكلم باسم رئيس الجمهورية كيخوض يعني في النقاشات السياسية ولا. فعلى هذيك احنا نحذر يعني مستقبل الجزائر تديره عصابة أو مافيا مثل ما قيل لي. قيل لي في هذا البلاطو مع برلمان اللي عنده حصانة برلمانية، وقيل لي من قبل نائبة لرئيسة المؤسسات الكونفدرالية الجزائرية أنه هناك عصابة تدير الشأن الجزائري. يا أخي سامحني، هذا العصابة الشعب. سامحني نعاود نرجع لك. فضلي. للعدالة، للانحرافات. هذا الإشكال. للانحرافات. أين العدالة في كل العدالة هذا؟ العدالة والانحرافات، العدالة والانحرافات. شوف، جيك قناة ويومية يديروا تشهير، يمسوا بالحياة الشخصية نتاعي، نتاع عائلتي، كل أفراد عائلتي، يفبركوا وثائق، يعني يزوروا. وشهروا بهذا الشيء يعني، وترقبوا ما ترقبوا. خلينا من الشتم ومن هادي وكل شيء، هذا كله القانون يعاقب عليه طبعا. دونك المفروض العداله ولا علاقه تتحرك. له بالاعلام. أي. اقول لك من هذا المصر. لا علاقه لا لهذه الممارسات عمليه بالإعلام. اجراميه سياسويه. وحتى وانا تكلمت مع المدير تاع القناه ربما استفزاز كذلك، استفزاز كبير جدا، وهما هادوما الناس اللي تملكهم الهلع لانهم تكشفوا امام المواطنين.
المواطنين، المواطنين قاعدين يقولوا لهم يوميا احنا عارفينكم وراكم كلكم باينين بالنسبة لنا، بالواحد الفاسدين ولا اللي صادقوا على قانون المالية هذا لا وطني ولا اجتماعي ولا كذا. يعني كاين ديناميكية وكاين نضج داخل المجتمع، هادو ما تملكهم الهلع لأنهم تفضحوا، لأنه سعر البرميل قاعد ينهار، دونك شايفين باللي المداخيل قاعدة تتراجع، حابين يديو كلش. وفورا عملية السطو نتاعهم اللي انطلقت منذ مدة وعلنية الآن، يعني هادو ما أصبحوا يتصرفوا باسم المؤسسات. هذاك الفضاعة اللي اسمه طليبة يتكلم ويتكلم على أخو رئيس الجمهورية ويتكلم على رئيس ديارس الحالي مسؤول ديارس، أنا أكون في بلاستهم نتبرع، أنا كمسؤولة سياسية نتوسخ لو كان يقول فيا شكرني هذاك هذاك الشخص، أنا في ساعة جو مي ديمارك ونقول ما تكلمش عليا. أنا من أوصله في الانتخابات الأخيرة ليكون نائب رئيس المجلس؟ الرشوة الفساد، الرشوة الفساد، تواطؤ الإدارة، تواطؤ الإدارة للأسف. الفساد الآن تغول في المؤسسات نتاعنا. تعرف باللي في انتخابات شرعية تاع 2012 احنا كنا الحزب الأول ب 85 مقعد، 85 مقعد وبالأدلة والإثبات، ولكن كانت عملية انقلابية، انقلابية، رغم أنه رئيس الجمهورية كان عطى توجيهات أنه يحترموا الآراء تاع المواطنين، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأنه نظام خلاص بالي فاسد، فاسد على وشك الانهيار وراح يدي معاه الدولة، وكان ينهار النظام واحد والله لا تردوا، نظام هذا الموروث تاع نظام الحزب الواحد، لكن الأمر يتعلق بالدولة الآن، مؤسسات متصدعة، مريضة، تغول فيها الفساد، تغول فيها المفترسون ويتكلموا جهار في النهار، جهار في النهار. وبالتالي احنا انا كنت تكلمت مع مجموعة 19 على سلطة موازية غير شرعية غير قانونية اللي اصبحت الان تسطو، تمارس السطو على الصلاحيات على الهيئات الدولة، يعني سامحني، دولة خارج دولة موازية للدولة. ولكن الآن أنا أراجع الشيء اللي قلته، عدة عصابات اللي قاعدة تتحرك، هذه عصابة اللي تحرك قناة، قناة. أنا يا سيدي قلت أنا عمري جامي 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 نروح أنا نشري ذمة صحفي، وأنا نضلت باش تكون عنده حريته وباش ما يتحبسش على جال مقالاته وآراءه، ولكن هذه عملية إجرامية. أنا ما نمد لا 500 مليون ولا 600 مليون أصلا. هذه معلومة وصلتك بأنه الصحفي خذا 500 مليون من أجل أنا نقول لك، أنا نقول لك، نعم، والحديث قياس. نعم نعم. أنا ما نمد 500 مليون ولا مليون، اصلا ما عنديش 500 مليون داكور، لانه انا من الناس من المسؤولين اللي ما يزوروش التصريحات بالممتلكات، ويمكن لكل السلطات انها تروح تحقق وتتاكد، واجهزه الامن تعرف واش عندي، واملاك الدوله يعرفوا واش عندي. اسمح لي ان نكمل ونقول هذه عمليه اجراميه. تكلمت مع تكلمنا مع الوزير، ما عندوش صلاحيات. الوكالة تاع الضبط قال ما زلنا مانبا ما ترسمناش، ما عندناش صلاحيات، عملنا بيان دوك نشوفوا واش نديروا. والقناة هذه البارح، هذه البارح، هذه البارح سلطة الضبط السمعي البصري، السمعي البصري مازال ما خرجنا بيان، خرجنا بيان، مازال حتى ما ترسمناش وما عندناش صلاحيات. ما ترسموش كيفاش عطاو انذارات لبعض القنوات من بينها قناة بير تي في وغلقوا جوج قنوات قلنا أخرى. لهم قلنا لهم بيان سور قلنا لهم يعني علاش قنوات تضغطوا. شوف يا سيدي كي تروح تاخذ صحيفة اللي دارت عليا اليوم صفحتين عليا وعلى عائلتي كذب وافتراء، هذه صحيفة عندها خمس صفحات نتاع الإشهار، خمسة، والقناة هذيك عندها الإشهار العمومي والخاص، وباين شكون صحابه. هنا تعرف، هنا تعرف باللي كأنه هذا المدير تاع القناة، صاحبها، مالكها، البروبريتير، البارح يمد تعليمة قال حبسوا ما تزيدوش تبثوا هذا هذا، وعاود بعث لي ميساج وتكلمت معاه وكذا وكذا، قال نلطفوا الجو. اليوم صباح عاودوا رجعوا اكثر واكثر. هذا مدير القناة، مدير القناة اليوم صباح واش يقول لي؟ يقول لي انا والله قلت لهم يحبسوا وحبينا يكون اكسترا. والصحفي رئيس تحرير، رئيس تحرير قال خرجت من يدي اليوم صباح، قال خرجت من يدي. الو عصابه سيطرت على هذا دونك، هذه القناه ما عادتش ملك مولاها، ما ولاتش قناه خاصه وانما ولات التلفزيون الرسمي بيس. ماشي الرسمي بيس، الرسمي تاع واش؟
الرسمي تاع واش ماهيش قناه رسميه اصبحت عصابه تسيطر عليها. نعم. وحنا رافعين الان لجانا للقضاء للعداله. سامحني هادشي لازم نعم. يعرفوه المواطنين. نعم. قلتها البارح. نعم. انا حسبتهم البارح يتوقفوا. نعم. ولكن هادوما ما عندهم لا دين لا مله. لا دين لا مله. عصابه تاع اشرار. انت قلتي مجموعه أشرار. مجموعه اجتمعوا في احدى الفيلات ليلا ومعهم وزير. نعم. وتقرر ضرب واستهداف السيده لويزا حنون وعائلتها. وعائلتها دركا يفوتوا لمرحله واحده اخرى. خرجوا لي هذاك. والله نعرفوك بشجاعتك وبقوتك. نعم. يا ترى من يكون هذا الوزير؟ لا 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 هذا الوزير اللي يدير هذا الوزير اللي يدير اجتماعات باش يتفاهم على رئيس الحزب. كل شيء بوقته مليح. كل شيء في وقته مليح وهو عارف مليح. خليه يتقلى. خليه هو واللي معاه اللي كانوا معاه. قسما بالله عندي كلش تفاصيل. نعم. كيما هذاك الفضاء اللي اسمه طليبة. نعم. قبل هذيك الحصة اللي دارها. نعم. في نفس القناة جوستومون. نعم. هذيك حضروا لها في سرايدي في عنابة في ريستوران. نعرف اسم الريستوران. وعلى بالي شكون اللي كان معاه عرابو الاول وابن عرابو الثاني وهما اللي ملاو عليه. وكان يا اخي شافوه المواطنين الكل كانوا يضحكوا. هز اوراق مكتوبه ومش قادر يقرا. وانت شفت صحوبي صحفي يجي ينقذ هذاك هذاك جوستومون الفضاعه كي يشوفوا تلفت له الامور باسكو كل شيء مسخره. يعني مسرحيه داروها مسرحيه علما انه هذاك الصحفي انا شخصيا كنت نعرفه مليح ودرت معاه كم عده حصص وكان محترم واتاسف. وهذا شيء محزن. انا نحزن كثير عندما صحفي لظروف اجتماعيه او لاي ظروف ما يتخلى على شرفه يتخلى على كرامته عندما قناه تقبل تولي نتاع نتاع مجاري صرف المياه تولي في خدمه البلطجه في خدمه الهمجيه في خدمه قاعدين يدمروا في الدوله لانه هذوما مش عارفين انه هاد الصوره اللي قاعدين يوصلوا فيها للخارج. وحنا عندنا سفراء اصلا هنا سفراء تاع البلدان الغربيه. نعم. اللي قاعدين يتحرشوا في بلادنا. نعم. ماهمش يقولوا درك راهي خابزه هاد الجزائر نديروا فيها واش نحبوا. هادو يتهجموا على النساء بصفه عنصريه. نعم. الامين العام تاع الافلان تهجم عليا بطريقه عنصريه. لو كاين عداله ربما هذا النائب مشى في شق يعني عصا الطاعه مثل ما عمل الامين العام للافلان السيد عمار سعيداني. كان اول واحد افتح عليك النار سيدتي. يا اخي الامين العام تاع الافلان هو واحد من عربي هذيك الفضاعه. هو اللي مهد وجد له حضر معاه جوستومون هذيك الهجمه. هو من بين اللي مدوا الاوامر. من بين اللي اعطاو الاوامر جوستومون. وهو هو لما يقول باللي سامحني خليني نكمل. هذه لويزا حنون في الساحه السياسيه لا شيء. راح لها اليوم الجنرال توفيق اللي صنع منها واعطاها مقر الحزب وجاب لها السيارات وردها امراه تتكلم باسم حتى لا يقول بين قوسين انا اردد انا اعلامي فقط بقايا عمال. بقايا عمال نظر سامحني هو ماهوش يسب فيا ويسب في العمال. نعم يسب في العمال هذا ما قيل. اسمح لي يسب في العمال. هم يقولوا انه لويزا حنون تغولت لانه كان جنرال توفيق من وراها. سامحني نعم. المفروض هذا الشيء رديت عليه والقناه نتاعكم نقلت البارح وهي فعلا. مشكوره ومحترمه فعلا. وقنوات عده. نعم. لانه الفرز صرع في الاعلام. نعم. دابور انا كنت نتكلم على الجنرال توفيق نقول المحترم ايه وكنت نتكلم على الجنرال حسان نقول المحترم وهما فوق رؤوسنا جميعا بسبب المهام اللي تكفلوا بها وكيفاش دافعوا على بلادنا. هذا اللي سميته الامين العام تاع فلان ولا هذاك الفضاعه اللي اسمه طليبه. تعتقد انت انه كاين مواطن جزائري يصدقهم؟ كيفاش انا رحت لروما واجتمعت كنت مع السلم بالحل السياسي والوطني وهو كان يقال عنه يعني كانوا يقولوا باللي هو استئصالي وكذا وكذا. ومن بعد قال واش بعتها هي سوماغا بعتني وبعت المرحوم ايت احمد دوسي وبعت المرحوم مهري عبد الحميد مهري سوماغا ثاني. رحنا في هذا الاجتماع تاع روما من الداخل هكا من التحت. طيب اذا الجنرال توفيق هذا كان عرابي وكان هو اللي دعمني علاش يخليهم يسرقوا لنا كل المقاعد تاع الحزب لصالح الافلان اللي تراسوا عمار سعيداني جوستومون. انا نروح معك الى ابعد في سؤال فقط سيده حنون. سامحني هل وفي الرئاسيات هل من كبيره او صغيره كان تصرف البلاد هذه لولا امضاء الباجور وموافقه الماجور؟
والله شوف يا سيدي أنا ما نخوضش في هكذا متاهات. لا يعني شوف. أنا حبيت نقول لك اليوم أنا هناك أناس صنعهم الماجور ووافق على وجودهم سياسيا واجتماعيا. اليوم هل نردد المثل الشعبي كيطيح الفرد يكثروا خدامة عليه يكثروا الناس عليه؟ لا لا يعني هل بهذا لا لا حبس أنا عندي خير سكان القصبة يقولوا نعم كي تغيب الطيور تبقى الهامة الدور الهامة هي على بالك شكون هي البومة 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 هذوما اللي هما من صنع جوستومون المخابرات هما اللي الآن يقولوا في هذا الشيء يتجرؤوا لأنه ماذا لو يعود الجنرال توفيق 48 ساعة إلى الجزائر ثم بقوته وبصلاحيته ثم واش يكون موقف سياسي سيد الوزراء؟ لا سامحني 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 هذوما يعني تلمو ما عندهمش علاقة مع السياسة يعني ما همش مانبا شايفين باللي قاعدين يدمروا بالبولدوزير وبالمارتو بيكور في المناعة نتاع البلاد النظام المناعي لو سيستيم ايمونيتير على خاطر اللي ضرب الدي ار اس اللي كانوا واللي راهم الان اللي ضرب السابقين او ضرب الحاليين اللي ضرب اللي كان المسؤول على مكافحة الارهاب الجنرال حسان هذاك الفظيع هذاك اللي اسمه طليبة يتجرأ ويجي في التلفزيون واحد مسؤول على الامن كبير محترم قال لي لي ديلانكون تاعنا لي ديلانكون تاعنا وتحميهم الدوله ونحاولوا ننقذوهم با يرجعوا للصواب فما بالك في مسؤولين كبار هكذا في الدوله اللي مارسوا يعني مهام كبيره مارسوا مهام كبيره وبالتالي دوام الحال من المحال هذوما قاعدين يعرضوا في بلادنا للخطر يدمروا في المناعه نتاع بلادنا لانه داعش دركا كي يشوفوا انه سبوا في المسؤولين السابقين تاع 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 الامن وتاع المؤسسه العسكريه المؤسسه العسكريه دابور يمسوا بالمعنويات تاع الجنود أكيد. وتاع حتى اجهزه الامن الاخرى شبابنا. لانهم يشوفوا مسؤولين كبار قاعدين يتهجموا عليهم وما كانش مؤسسه تتحرك يعني. ما كانش مؤسسة تتحرك وهاد بالخطورة بمكان وعلى هذا يعود يرجعنا أنه الدولة في خطر الدولة في خطر لأنه اللي يشتم اليوم جنرال توفيق يعني. أو يشتم كل الرؤساء بما فيهم عبد العزيز بوتفليقة يعني. اللي خدموا معاه هذا اللي يقول باللي هو اللي كان يقرر هو كان يدير دونك يعني. هادوما الرؤساء كانوا خضرة فوق عشاء يعني. كلهم بما فيهم عبد العزيز بوتفليقة يعني. داكور يعني. أنا ما نخممش كما هك يعني. أنا ما نخممش أنا نحترم المؤسسات تاع بلادي هل الصراع سامحني. اللي كان بالنسبة ليك في أعلى هرم السلطة هو الذي أدى إلى هذا السؤال الذي سأسأله إليك أنا هل برأيك باعتبارك سامحني. زعيم الحزب الجنرال توفيق أقيل أن استقال أنا لا أؤمن أبدا بوجود صراعات أجنحة لأنه اللي يتكلم على صراعات أجنحة يتكلم على مشاريع سياسية واقتصادية وطموحات وكذا الأمر ليس هكذا مانيش نتكلم على صلاحيات رئيس الجمهورية يستعملها كما يحب يقيل ويحط واحد جديد يعين ولا ينحي المشكل مش هنا احنا متخوفين من تفكيك عملية تفكيك هاد جوستومون الهيئة هاد الهيئة اللي هي حساسة جدا وأنا شخصيا أنطلق من الشهادات اللي أدلى بهم أمامي لينا رئيس الجمهورية في بداية سنة 2014 لما الأمين العام تاع الأفلان تهجم على الفريق جوستومون الماجور توفيق هو كان مازال في منصبه ما يقدرش يجاوب لأنه هما محتم عليهم يبقوا في الظل هل يعني بإعاز في رأيك تهجم هذا كان بإعاز لا أدري لا أدري إن كان بإعاز ولماذا لا نعترف ولماذا يا سيدة لويزة حنون لا نعترف بشجاعة الرجل اللي هو عمار سعيداني ولا واحد أقدر طيلة المسيرة أن يقول كلمة عن الجنرال التوفيق وهو في الحكم وهو في السلطة بعبارة أخرى مدير عام الاستعلامات الناس كانت تتكلم عن الجنرال توفيق كما قال هو في كلامه تعمل الإشارة فقط صاحب السيجار الوحيد سعيداني خاطب وحمل مسؤولية الجنرال توفيق وهو في أعز قوته وعلاش ما نعترفوش بهذا الجميل ها هو اليوم هذا جميل ها هو اليوم يقول لكم بأنه يجب الدولة المدنية لازم نحيو الرونجارس من الحياة الاجتماعية للجزائريين يرحم والديك يرحم والديك انت يرحم والديك انت نعم. شفت رونجارس شفتهم في الحياة السياسية والمدنية
يعني لا تشوف فيهم هم يقولوا العسكر كان يصنع رؤساء الأحزاب يمد الاعتماد الأحزاب يصنع رؤساء حكومة ويصنع مديرين إلى آخره. أنا أقول لك حاجة نعم. الاعتماد نتاعنا مدتهولنا وزارة الداخلية أكيد. والمقر نتاعنا وزارة الداخلية اللي عيطتنا والمقر تاع الحزب تبع للدومين أملاك الدولة وكان فيه لي سيرفيس تاع لافخود تعال فخود لقيناهم مازالهم التم رحت لا. شفت مازالهم يهزوا في الكرات نتاعهم وخارجين لا. وبالوثائق هذا الراجل كذاب يكذب هذا كذب قال السياره سياره انا قلت لهم اللي يحب يجي يهبط على المسؤول تاع الماليه تاعنا يوري لهم السياره تاعنا بسيطه جدا بسيطه جدا خزينه الحزب من خزينه الحزب وما في سياره فخمه ما نحبش انا السيارات الفخمه اصلا لا. اصلا احنا حزب مستقل على هذيك حتى واحد ما يقدر يتجرأ لا جنرال ولا رئيس الجمهورية جامي جامي يعني في النقاشات اللي جرت بيناتنا وجه لوم ولا قال حاجة على مواقف اللي أنا نكون دليت بيها بالاحترام في الاحترام أنا أنطلق من شهادات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالفريق جوستومون توفيق وفيما يتعلق بالجنرال حسان في بداية 2014 ولا راك تذكر رئيس الجمهورية خرج بيان من بعد وحط النقاط على الأحرف وقال تحبس هذا الانحراف لماذا لم يتدخل رئيس الجمهورية ويقول لسعداني وغيره توقف لأن هناك خطوط حمراء هذا سؤال تسأله لرئيس الجمهورية ما تسألنيش أنا مسؤولة على حزب العمال رئيس الجمهورية خرج بيان وقال كل واحد يحبس عند حده وزاد خرج بيان وقال ديرس تبع ليا لرئاسة الجمهورية ورجع له صلاحياته مش كلها نتاع جوستومون التحقيقات فيما يتعلق بالفساد هذيك ما رجعت وهذه علامة استفهام هذه علامة استفهام ضبطية القضائية ضبطية القضائية ولكن الصلاحيات الأخرى رجعها ومام زاد قواها واش صرا بعد رئاسية 2014 أنا تناقشت مع رئيس الجمهورية كان أمور ما نقولهاش يا لو كان يذبحوني ما نقولهاش شهادته معايا هذا علاقة ثقة بيناتنا ولكن قال على الجنرال توفيق طرحت عليه السؤال وقال لي هذا وطني للنخاع حتى الوطنية تاعو ساحات بزاف يبالغ ربما كان كلام للاستهلاك لا 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 لا, لا, لا ما كانش الاستهلاك لأنه أصدر بيان 48 ساعة من بعد أنا نقول لك ومن بعد 72 ساعة من بعد عاود صدر بيان واحد آخر وجهه لكل الإدارات وكل المعنيين وقال خلاص حتى واحد ما يزيد يتمادى وقال طرحت له كل أسئلة قال هذا وطني هذا إنسان صادق أمين نزيه كفء والجنرال حسن قال لي طويت المسألة. القضية تم طويت نعم. لماذا تم تحريكها فيما بعد اذا طويت وقال لي ما اقترفش يعني خطا ولا كذا قال لي مساله ما تقلقيش انت تعرفي القاعده في الجيش نعم ننطلق من مبدا اكزيكيسيون ابري ريكلاماسيون وي انا هذا واش تعلمت في الجيش يعني الفتره اللي فوت فيها الخدمه الوطنيه نعم الان الجنرال حسان وغيره كانوا تحت امره الماجور نعم الفريق توفيق لماذا نحمل كل هذه المصاعب الى شخص ويتم سجنه مناقشة أو التعليق على الحكم يعاقب عليه القانون وإحنا بلاش نعاقبه باش نرجع معك للسؤال فقط عدم مواجهة الماجور في أشياء هل هذا يؤدي بنا إلى ضرب عناصره قصد الوصول إليه أم هناك سيناريو آخر ينتظر الجزائريين نجاوبك على هذا السؤال لما انت قصيت كلماتي عدة مرات لازم المواطنين يعرفوا باللي أخي صغير رفع دعوة قضائية رائع. ضد القناة والجريدة مليح. بهذا الكل التهم نعم. وبما فيها التزوير واستعمال المزور وهذا عقوبته الحبس إذا كان موظفين في أملاك الدولة في عنابة ولا في طارف زوروا وثائق هما اللي راح يدفعوا الثمن واللي استعمل المزور والجأ للتزوير ودفع باش يرشي لأنه فيه رشوة نعم. واضحة نعم. ويدفع الثمن أنا ندافع للصحفي على جال مقالاته وأفكاره أما على جال عملية إجرامية نعم. عملية وتزوير وإلى آخره والمساس بالحياة الشخصية لن أتخلى عن حقوقي أنا رافع دعوة نعم. أخي صغير رافع دعوة والنائب والقيادي تاعنا إسماعيل القوادرية رافع دعوة قضائية أيضا والمحامين تاعنا نعم. قدها وقدود محامين كبار
محامين كبار. نعم. وهذا ما ناش متخلين عن حقنا اطلاقا بسك. نعم. يعني للاسف الدوله وكانه ما عندناش دوله، رانا حنا سايبين. نعود نرجع. نعم. للسؤال نتاعك. نعود. نعم. نرجع للسؤال نتاعك باش نختموا هذه ونروحوا. نعم. نعم. نرجع للسؤال نتاعك. نعم. شوف انت تبعت كما انا تبعت بيان سور العداله العسكريه اجتمعت في جلسه مغلقه، لكن احنا سمعنا المحامين واش قالوا. لم تحترم حقوق الجنرال حسان، لم تحترم الإجراءات وجابوا الأدلة والإثبات. احنا ننطلق من هذا الشيء، إتلاف وثائق رسمية، احنا ننطلق من هذا الشيء، ما كانش الأدلة والإثبات الإثبات. ويقولوا باللي الوثائق هذيك هي وثائق الشخصية والقانون ما يعاقبش على هذا الشيء إلى آخره. ثم المحامين طلبوا شهادة الجنرال توفيق، لماذا رفضت؟ لماذا؟ هذا مسؤوله في الرسالة تاعو اللي وجهها للرأي العام، قال أنا استنفذت. الإعلام قالوا باللي الماجور غاب عن حضور المحاكمة. لا 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 لا، بالعكس رفض. لا 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 لا، هذوك الكذابين المأجورين. نعم. المحامين قالوا الأغلبية الساحقة نتاع الإعلام تناول. نعم. قال أنه طلبنا أنه يكون شاهد لكن المحكمة رفضت أن يحضر. حرمته من يعني حرمت الجنرال حسان من الشهادة نتاع المسؤول تاعه. هذا مسؤول نتاعه. نعم. نعم. قال أنه أنا استنفذت كل الطرق. نعم. كل الطرق القانونية، وعلى هذيك اضطريت أني ألجأ لهذه الطريقة. نعم. كما مجموعة 19. ثانيا. نعم. ثانيا يقولوا هذا شيء خطير، أنه الإطار اللي هو الجنرال حسان راهو قام بمهمته على احسن ما يرام وطبقا للاجراءات نتاعهم. انا ما نعرفش الاجراءات العسكريه. نعم. انا ما درت الخدمه العسكريه، ما نعرف لها. فهما عندهم اجراءات خاصه اكيد. ماهوش من حقك ترفض الامر لما يصدرك الامر، لازم تنفذ. قال احنا وقال تم تهنئته. نعم. الجنرال نزار. نعم. نشر عبر وسائل الاعلام. نعم. الرساله اللي وجهها قائد الأركان. نعم. للجنرال حسان يشكروا فيها. نعم. ويمدحوا فيها على المهمة نتاعو. نتوقف هنا السيدة لويزة، الوقت انتهى ونكملوا في الحلقة المقبلة. أمامي ثلاث نقاط فقط وأجبيني بكلمة واحدة. الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر إن شاء الله، هل ستترشح زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون؟ ربي يستر الجزائر ويقدر الشعب الجزائري وكل الوطنيين ينقذوها من الهلاك. مانيش قادرين نتكلموا خلاص احنا على مواعيد انتخابيه. احنا يا شايفين بلادنا راح تغرق بدايه من السنه المقبله. ما عندناش هكذا اهداف ومشاريع. احنا قاعدين نناضلوا باش نحافظوا على كيان الدوله، نحافظوا على تماسك بلادنا لكونها في خطر. كونها في خطر حقيقة. فأنا أعفيني، كاين الناس اللي عندهم طموحات واللي قاعدين يشعلوا في نيران الفتنة، من بينهم أسماء ذكرناها من ساسة اللي طموحهم تلما غطى لهم عينيهم. نساو باللي لو كانت تشعل النار في الجزائر وتريب، ما يكون لا رئيس ولا يكون رئيس مجلس شعبي وطني ولا تكون فيه مسؤولياتي واللي غير الدم. والشعب الجزائري رافض الدم ورافض المجابهة. مشاهدي الكرام، أمام مجابهة من سيواجه أو سيواجه مستقبل الجزائر، بهذا القدر أأتي إلى نهاية هذه الحلقة في جزئها الأول مع الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، صانعة الحدث في الساحة الوطنية. ابقوا معنا وألقاكم في الجزء الثاني غدا بإذن الله مع السيدة لويزة حنون وما تخفيه لنا الأيام. ها هو طاقم بير تي في يحييكم، تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام. ألقاكم بخير.